السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة زيت المشاهد في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، بروك أواشركم أي مشاهد. احنا في ولاد عبدون بخريبكة، حد ولاد عبدون بخريبكة. ألف حي كل مشاهد قناة زيت المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. هذا عبدون بيع السرعة اليوم، تحياتي كل مشاهد قناة زيت المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. كمان اخويا شحال؟ باقي شحال؟ درهم. وهاد الشاروري تاعك؟ 300؟ ها؟ 87 وابدا. هذا مليون و 935. مليون و 50 زيتون. تبارك الله السي محسن. وعز الدين شحال هذا؟ رمضان محمد 29 ومحمد 180 قالوا لي 300 وصارح شحال اخويا؟ 320 مليون و600 تيقول باش خدتوه؟ انت الماركة اليوم والسلعة قليلة وكاين شوية البيع، وخا كاين السلعة كاين شوية البيع اليوم في ولاد عبدون بخريبكة. الله يسلمك.
ولد عبدور بخريبكا سبحانه شحال جوج مليون فاش خلصتو جديدين من عند مولا من عند مولا وازوز ملك ملك حي ملك وازوز شيء الراجل 73 بعتوه بعنا الراجل غفير القزيري مليون وثلاثة وسبعين شحال مليحة صالحة حاجي كل مشاهد كان نزيت المشاهد سي مصطفى من شمال فرنسا تحياتي لك تحياتي كل جالية مغربية السيد سمير لتجارة المطيرات نحيي كل مشاهد في المكان داخل الوطن أو خارجه كان مشاهدين نحييهم هذا ولد عبدون بقريب أهلا الشرفة كدي سيد بخير 68 ألف أخوة 68 ما بعتيش الشرقي خويا حيتي لي 10000 ريال سلعة أصيلية المركز جيد زين زين تبارك الله نحسب سوق شوية البيع اليوم في ولاد عبدون بخريبكا لا شحال منتم شحال من واحد مشروب؟ في خمسة عطاكم 400 لواحد عفاري هذه الضربة الجزارية في ولاد عبدون بقريبكا حي كل مشاهد قناة زيت المرجان في المكان وفر البيض داسي البيض اخويا اليوم راه وي هذا باركورا اليوم الله يجيب على السلامة امين يا رب هادشي كاع ما تسولني فيه يا كاين شوية تمال اليوم باراك شوية كاين السلام بيو عاد اليوم السلام بيو خلاو هذوك السي طافي نورمال يكون التمر بنادم الخير موجود الا ما كاينش بلايص كي داير تبع الزيتون الله يحفظك اودي البيض الله يطول عمرك بارك فيك كاين شوية تمر اليوم في هذاك وبيوع السلعة في ولاد عبدون بخريبكا نحيي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن حتى الضروبات سينات وينما غادي تقابلوا شي 11% باش غادي تكون كل ما كانش السوق بيع غادي يكون قل شحال باش يتقام اليوم الضروبه بحال هاد الضروبات بحال هاد الزرقاء خويا 50 درهم 1040 هذيك بومليار هذيك بومليار هذيك تقريبا انا حاط لها تقام ب 1060 تحت هادشي اللي ما كاينش 11 ما كاينش 11 شي حاجه مليحه ياك كيما سمعتوا هاد السيدي الله
بخير. 318 مليون و 34 شحال تلقى مراتي اليوم راك اليوم السوق غالي الجزائر وسيت فيها 1100 وجنوز شحال 11 وجنوز ونور الدين ورشيد كاين شي حاجه ته شحال العراري خويا 500 قاموا ولا حساب السوق راه مزيانات اه الحساب الله صايم هذا السوق راه فيه شويه الثمن الاجر راه غالي اليوم كاين الثمن شويه اليوم الاجر راه غالي اليوم حاجه جات اخرى ثاني ها نصيفطك لي اليوم سيدي مرحبا مرحبا الله يحفظك ديما انت في القناه في الطاليان طاليان تحياتي كل الجاليه المغربيه مواليد طاليان المغرب هذه راها 1,041,000 ريال انت واش تتكسر ولا فين تتكسر الثلاث ديال الكناديز وفي الاربعه ديال الكواب والسبع تاع بيخلف تحياتي لي وتحياتي كل الجاليه المغربيه في المكانه الحمد لله صحبت لي اكثريه تا هما متبعين بزاف الله يسلم تحياتي الله يبارك عرعر يا خويا عارفكم في كل حاجه مليح البارح قلبت لك ما صدقتش في السطاج ما مشيتش ايوا تصحابني انا مثلا والله حتى قلت للدراري قلت لهم دخلوا الزيتوني غتلقاوني شحال هاد الجوجات اخويا؟ 440 ولا حساب السوق راه مزياني بعتهم ولا راري بعتهم؟ اه قام قام واحد الدري صاحبي 440 اخويا اللي دامونا مزيانات مزيانات على حساب السوق مزيانات الله يسر لك العراري الله يسر تحيه المهم تنقاتل جميع ما يكون امين يا ربي تحياتي كل مشاهد قناه زيتون ومرجان في مكان دي رحمه الدروبار الجزائريه في ولاد عبدون بخريبكه حيوا كل مشاهد بنت ولد رجل امراه صغير كبير نحييهم في مكانه